كل شخص منا يمر بمواقف وانفعالات في عمله، لكن شلون ممكن يتدارك هذه الأمور ويحل المشاكل ويحل المواجهات من غير ما يكبر الموضوع؟ هذه سالفتنا في هذه الفقرة مع ضيفتي اللي منورتني في الاستديو، الأستاذة نورة الحليل، مختص في التدريب والتعليم المؤسسي والإرشاد السلوكي المعرفي. صباح الخير أستاذة نورة، منورتنا. حياك الله، حياك الله فاطمة، صبحك الله بالنور. في البداية ودنا نتكلم عن موضوع جدا مهم، يعني مثل ما ذكرت في المقدمة الانفعالات وإدارة انفعالاتنا. شلون ممكن نقيس هذا المفهوم بشكل عام ونعرف أن هذا الشخص منفعل في العمل؟ تمام، لو بعرف بشكل عام، الانفعال هي حالة شعورية مندفعة، إما تكون سلبية أو إيجابية. الانفعال الإيجابي يكون بالحماس، بالشجاعة، في الإبداع، والسلبي يكون في الخوف والغضب والتوتر. فهذه دائما الانفعالات اللي تكون متواجدة أكثر في بيئة العمل. نعم، بالبداية خلينا نتكلم عن الشخص المنفعل. شلون ممكن نتعامل معه إذا شفنا أحد في العمل يعني خلاص يعني فقد الكنترول على نفسه؟ تمام، أول شيء الشخص الأمامي إذا كان منفعل، هل هناك سبب خارجي خلاه ينفعل أو هو شخصيته انفعالية؟ وعادة الشخص الانفعالي أو السمة النفسية الانفعالية دائما نكون معاه محايدين، لا احنا نكون ضده ولا احنا نكون معه، نحاول نكون ما بين المؤيد والمحايد بحيث انه ما نزيده وينفعل زياده ولا نكون معه مؤيدين 100%. احيانا في بعض المواقف تكون مو من صالح ان احنا نكون معه 100%. نعم، هل الحياديه مع هذه النوعيه من الشخصيات؟ لان في شخصيات هم بطبعهم اساسا انفعاليين، يعني يكونون وايد دقيقين على بعض الامور، هل ممكن تجيب نتائج عكسيه؟ انه خلاص يشوف انه كان الكل قاعد يداري مشاعره ومتفهمين انه هو شخصيه انفعاليه، فراح يستمر في هذا السلوك بشكل سلبي ويأثر على بيئه العمل. طبعا إذا هو مثلا، أنا مثلا كرب عمل أو مسؤول أو عندي موظفين، وأنا أعرف أن هذا الشخص دائما انفعالي، دائما غضب ويأثر على عملي وإنتاجيتي، أحاول مثلا أبعده عن الأعمال اللي تثير توتره، سواء إذا كان شخص قلق، أو إذا أنا لما أبي أعطيه أعمال أكون ما أعطي أعمال مباشرة، لا أهيئة، أو العمل مو أعطي دفعة واحدة، لا أفصل العمل وأكون أكثر واضح معه، هني يهدأ. إذا إيه البيئة أو المجموعة اللي تسبب غضبه أو توتره، ممكن أبدله بمكان آخر، أو أعطيه مهام أخرى لين أوصله إلى حالة اتزان. بس كوني كمسؤول أو قائد، هني دائما دائما تتعامل مع الناس أكثر من الأعمال نفسها. أنا فعلا يعني دائما أقول الشخص المنفعل، الشخص اللي دائما يوتر بيئة العمل، لازم يقعد مع نفسه ويراجع نفسه ويراجع حساباته. هل هو في المكان الصح؟ هل هو في المكان اللي يناسبه؟ ليش هو مو قادر ينسجم في هذه البيئة؟ مثلا تلاقي ممكن كل الزملاء منسجمين إلا هو، معناته المكان ممكن يكون ما يناسبه، المفروض ياخذ القرار الصح. الشخص المتلقي للانفعال، الشخص الهادي اللي جاي يسوي شغله ويمشي بكل هدوء ويترك دائما بصمه جميله في عمله وفي نفوس الاخرين، شلون يتعامل مع الشخص المنفعل؟ الشخص المتزن، لازم نقول أنا أسميه الشخص المتزن، لازم يحط في باله أن انفعالات الغير هي أحداث خارجية وهو ما له شغل فيها. نعم. سواء معصب، مستانس، فرحان، متشجع، مندفع. حتى لو كان انفعال عليه هو؟ حتى لو كان انفعال عليه، حتى لو ردات فعل الناس علينا، نظل إحنا ما نقدر نتحكم بالناس ولا نغير. نعم. أهم شيء نتحكم بانفعالاتنا، ما إحنا نعصب معه ولا اللي احنا نحاول نزيد عصبيته بحيث ان نسوي سلوك عكسي، لا، انما نحاول نكون محايدين ونحتوي وما نتاثر من داخل، نسوي مثل الحاجز. ومهم فاطمه ان الانسان ايضا المنفعل او حدث له موقف انفعالي لازم يقدر يديره. نعم. وأنا دائما أقول 4 خطوات لإدارة الانفعال، ينقل الخطوة اللي تناسبه ويا حبذا لو خذ ال4 خطوات كلها. نعم. أول خطوة اللي أنا أسميها نظرية 90-10،
العشرة هي حدث خارجي، والتسعين هي نظرتنا لهذا الحدث. نعم. الحدث الخارجي فاطمة احنا ما نقدر نغيره، مثل الحين أحداث كورونا فأثرت في الأعمال أو الناس اللي عندهم مشاريع، صح. وأثرت بالنفسيات، فهذا الحدث الخارجي أنا ما أقدر أغيره ولا أقدر أتحكم فيه، لكن نظرتي لهذا الحدث أنا أملكها. نعم. فإما هذا الحدث أعطيه أكبر من حجمه وأنفعل معه، أو أعطيه لحجمه وأتفاعل معه. شلون مثلا صار الحين توجه الأونلاين، صار العمل عن بعد، هكذا دائما أتفاعل مع الأحداث وما أنفعل معها. نعم. الشغلة الثانية دائما أقول صرف انفعالاتك بحركة، مثلا إذا حدث موقف انفعالي ما تكون ردة فعلك مباشرة، مثلا تقولين لحظة برد على مكالمة حتى لو ما عندك مكالمة، أو حركة صغيرة كأنك بتيبين مثلا بطل ماي وبتردين. نعم. أو إذا حدث مثلا يقولون نورة والله ما نقدر نتحرك ونروح ورد، خاصة اللي يشتغلون في مجال خدمة العملاء، اللي صح. أنا مثلا قدامي العميل أو المسؤول أو أي كان، وحدث موقف انفعالي، شلون أصرف الانفعال بالحركة؟ أقول لو أنك تقط قلم بهذه الحركة، أنك تأخذ هذا القلم وترجع، هذه شوية تشتت أفكارك، لأن الواحد لما يكون منفعل مشحونة أفكاره، ودائما عنده هرمونات مرتفعة، الأدرينالين والكورتيزول، فهذه الحركة البسيطة تصرف هذه الهرمونات من الجسم. أو الطريقة الثالثة أنا أسميها سلسلة لإدارة الانفعال، يكون حدث خارجي وردة فعل ونتيجة، الكل يبي بالنهاية نتيجة، نتيجة عمل أو نتيجة راحة يحصلها أو سلوك يحصله بالنهاية، فالحدث الخارجي أنا ما أقدر أتحكم فيه، والنتيجة أنا أبيها وراح أحصلها بالنهاية، فردة الفعل إما تكون مبالغة فيها وعصبية وأخسر نفسي وأخسر اللي أمامي، وإما تكون متزنة هادئة فيها أكثر عقلانية وبالنهاية أحصل، فكلا الحالتين أنا انعصفت أو متزنة راح أحصلها، فاختار الاختيار الثاني اللي أنت تكون كسبت نفسك والطرف الثاني. نعم. وحققتها. لازم يكون دائما المتلقي متزن. نعم. أنا دائما أشوف الشخص المنفعل دائما ويعني تحسين أنه متوتر في عمله، هو إيه؟ شخص يبي يعني لفت الانتباه نوعا ما، يعني نعم. خاصة إيه؟ إذا كان الموضوع متكرر مع أكثر ممكن. من شخص، ممكن يبي الانتباه، عليه الاهتمام فيه هو هذه بشكل تكون أكثر. عنده حاجة. نعم. هذا الشخص اللي يثير المشاكل ويحاول مثلا يكتب شكاوى أو اللي يطلع شيء من لا شيء، ممكن يكون عنده حاجة يحتاجها، ولازم كل إنسان كل شخص وكل مسؤول يعرف هذه الاحتياجات، هي 5 احتياجات أساسية لكل إنسان. نعم. شنو هي؟ خلنا نعرفها. أفعليك. هي حاجة البقاء، أو نسميها حاجة الفسيولوجية، اللي تكون نعم. صحته زينة، مثلا ما يكون يعاني من مرض ما، أو نعم. مثلا نقول اضطرابات معينة جسمية فتخليه يخل في أداء عمله. نعم. ثاني شيء احتياج القوة، كل إنسان وكل موظف يحتاج هذه حاجة القوة. شلون تكون فاطمة حاجة القوة؟ شلون أنا أحققها حق موظفيني؟ ممكن أقول له أبدي رأيك بالموضوع الفلاني، عطني رأيك بالموضوع الفلاني، وشاورهم في الأمر. نعم. هذه تعطي الإنسان نوع من القوة. ممكن يأخذ قرارات الموظف مع المدير؟ ممكن أخذ قرارات معي إشراء، حتى لو المدير أو المسؤول في باله يعني قرار ما، لكن مجرد كونك أنك تأخذ رأي موظفينك هذا يعطيهم نوع من التمكين ومن القوة. نعم. الحاجة الثانية هي حاجة الانتماء، كل إنسان عنده حاجة نوع من الانتماء اللي احنا نسميها العلاقات، فيحتاج ان انا اعطي موظفيني فسحة ان يتعرفون على زملائهم او يقعدون مع زملائهم او يسولفون يشربون قهوة. نعم. ثالث احتياج هو احتياج الحرية، نوع من الحرية، المراقبة الزايدة هذه تسبب توتر للموظف. نعم. فنوع من الحرية أنه مثلا يجري اتصال معين أو كل أو يؤدي أعمال معينة بطريقته أو برؤيته، هذه نعم. تعطي أو تحقق له حاجة الحرية. وآخر الاحتياجات هي حاجة الترويح، لازم أيضا أكون بيئة لموظفيني، يعني يوم مفتوح مثلا، يوم مفتوح أحد مثلا ترقى نبارك له، هذه نحقق حاجة الموظف. فأنا أشوف هذا الموظف اللي دائما شغب أو أي كان، شنو احتياجه؟ أنت محتاج قوة،
مثلا عندك نقص حاجة قوة تبي تبرز نفسك، تبي نعم أوكي أنا أعطيك أعمال تبرز نفسك، أنا أعطيك مسمى يعني يشبع هذه الحاجة، فهني يسبب لنا نوع ما من الهدوء. نعم ودي أتكلم عن تراكمات الانفعالات، يعني نعم المتلقي سكت مرة، شتت نفسه، كان متزن، ما استقبل إيه هذا الانفعال من الطرف صح الآخر مرة عن مرة، هل هذه التراكمات راح يكون يعني ترد عكسي يسبقها على إيه أو أكيد يليها انفجار في المشاعر والانفعال؟ أكيد أنا يعني أنا مو 100% مع الإيجابية كثر ما أكون مع الوعي. نعم أحيانا في بعض الأشخاص مطلب إني أظهر لهم بعض الحزم أو بعض الجدية، صح بس ما أكون أنا معصب من داخل، لكن نعم أحيانا في لغة الجسد لو نظرة ترى أو نظرة أو صح حتى نبرة الصوت، ولا نعرف أنه في لحن القول، أحيانا نبرة الصوت تبين الطرف أن أنا ترى مو عاجبني سلوكك أو مو نعم عاجبني طريقتك، أو أحيانا نفس ما تفضلتي النظرة أو لغة الجسد. فهني على حسب الموقف، إذا مثلا ما نفع مع تحقيق حاجاته أبين أن أنا هذا السلوك ترى قاعد يأخرني ومتضايقة منه. نعم لأن فعلا أنا كثير أسمع قصص إن في شخصيات في العمل يعني تجرب كأن التجربة تقيس للطرف، النبض اي هل هو اي راح يعني يتقبل هذا الانفعال مني ويستخدم طرفين في العمل في إنه هو يفرغ، يعني ممكن يكون عنده مشاكل شخصية في البيت أو أمور يعني نفسية خاصة في شخصيته وتكوينه الشخصية، تلاقيني يجرب يعني لأي مدى أنا ممكن أتعمق في سلوكاتي أو سلوكياتي الانفعالية مع الطرف الآخر، فالطرف الآخر دوره مهم في أنه هو يضع حد دائما صح لهذا الشخص المنفعل اللي جاي يفرغ يحمي الطاقة نفسه، نقول السلبية. إيه يحمي بالضبط نفسه. صح نفس ما تفضلتي، بيئة العمل تشمل يعني أطياف مختلفة من نعم المجتمع، وكل شخص على حسب ظروفه اللي فيها. الأهم أن الواحد مو يعني يحمي نفسه، ما ينغمس مع هذه الانفعالات، صح يعمل حاجز أن أنت ماني مسؤولة عن انفعالاتك، أنا أتعامل معك وأنا مسؤولة عن نعم انفعالاتي أكون أنا، نفسي بحيث وشخصيتي أيوة أنا بحيث نعم أنه مو أنت تتحكم بغضبي بمزاجي بمودي، يعني كأنه أسميه ريموت الكنترول، أخلي الريموت الكنترول عندي، ما أسلمه للغير هم يغيرون انفعالاتي، نعم يغيرون مزاجي، يعكرون يومي، يعني بالنهاية يكون التحكم للإنسان نفسه. نعم أنا بعض الشخصيات خبرتي في الحياة يعني مواقف برا العمل مو في العمل في إيه. الحياة بشكل عام مع صديقاتي، في شخصيات أقول إن بعد فترة راح ينفجرون، واضح الغضب يكون صح فيهم، يجربون يمين يسار، إيه. بعدين في شخص خلاص يعني ممكن من خلاله راح يطلع كل هذا الغضب ويخلق يعني موقف يكون وايد كبير، فالواحد لازم يكون عنده أيضا في العمل خبرة في التعامل مع صح أنماط الشخصيات، مو عيب أن صح الواحد ياخذ دورات صح يقرأ صح كتاب صح علشان ما يضع نفسه في صح مواقف مثل هذه. هني يكون الشخص يكون عنده بصيرة أو وعي، يعني إذا نعم أنا أدري أن هذا الشخص مثلا مشحون أو يعيش حالة غضب، ممكن أنا أعيش دور فاطمة الموجه، أن مثلا أولا أهم شيء أن الواحد ما يكون عداوات في العمل هذا أهم عشان شيء يتقبل التوجيه، صح بعدين مثلا أقول له أنت هل فكرت مثلا تروح الدورة الفلانية أو تسمع الدكتور الفلاني أو المرشد الفلاني أو الكتاب الفلاني، فهني يكون في نوعا ما انت هني ترشده او توجهه، فتخليه هو هذه الطريقه يفكر، مو تقول نعم له لا انت غلط انت تحتاج العلاج الفلاني، لا تقول له هل فكرت ان تروح الدوره الفلانيه، انا سمعت عنها وايد زين، هل نعم عنها هالدوره وايد زينه، هل فكرت الكتاب الفلاني والله عجيب ويعطي نصايح، اكاونت بانستغرام معين، فعلى حسب الطرف اللي امامك، اذا هو قارئ فانت تنصحينه مثلا نعم كتاب، اذا هو شخص بصري تنصحينه في حساب انستغرام، خاصه بعض الاكاونتات تكون المعلومات مختصره يعني. نعم خلينا نتكلم في ختام هذا اللقاء عن الانفعالات الإيجابية، نعم يعني الفرح الزايد، المبالغة في انفعالاتنا في بعض المواقف، هل مطلوبة في العمل عادي؟ يعني ما في خطوط حمراء بما يخص الانفعالات الإيجابية؟
الانفعالات الإيجابية من هالحماس، من هالشجاعة. أنا لا أدعو الانفتاح، لأن أحياناً من كثر ما هو متحمس الموظف ممكن يعطي وعود أنا راح أسوي وأنا راح أسوي، وبعدين يفكر يقول يا ليتني ما تكلمت، فهني يدخل دائرة إنه يسبب حق نفسه ضغوطات نفسية وهو بغنى عنها. فدائماً خليه يفرح بالعكس، لأن عادة الطابع العام إنه مع ضغوطات الحياة طابع سلبي، فنادر ما تلقين الناس اللي يعني وايد فرحانين أو متحمسين. لكن الشخص اللي يعرف نفسه عنده هذه السمة المبالغة يحاول يتزن، أو إذا في بحلجة حكوا إنه بيوعد الناس أو بعزمكم أو علي شيء، خلي يحاول يأجل يقول بعد نص ساعة. يعني دائما أقول الشخص الانفعالي يرتب أموره بعدين ياخذ القرار. دائما أقول الشخص الانفعالي سواء كان سلبي أو إيجابي دائما أقول أجل ردة فعلك. هل أنت مع الهدايا في العمل، بما أننا تكلمنا على الانفعالات الإيجابية والحلوة؟ على حسب الموقف. يعني إذا كانت مثلا موقف ترقية، زواج، ولادة، لا بأس، يعني لا بأس، أنا مع الهدية، تهادوا تحابوا طبعا. وعلى حسب قيمة الهدية، يعني مو بضرورة حتى تكون لو حق المدير مثلا، الموظف عادي يعطي المدير هدية؟ على حسب، أيضا على حسب علاقة المدير مع موظفينه، هل هو شخص متحفظ، هل هم يسمونه سياسة الأوبن دور مع موظفينه. وعلى حسب المناسبة، يعني أحيانا ممكن تكون باقة كاكاو توزعها، هذه تعتبر هدية. بس ما تنفهم أنه كأن الموظف يبي ترقية مثلا أو زيادة من المدير؟ إحنا دائما نقول ما إحنا مسؤولين عن ردات الفعل للطرف الثاني، ما إحنا مسؤولين شي يفكرون. هو الواحد يشوف، يقيس الموقف، يقيس الشخصية اللي قدامه، هل هو شخص منفتح، هل هو شخص منغلق، هل هو عنده سياسة الأوبن دور مع موظفينه، هل هو شخص متحفظ. بعدين يسوي الشخص الشيء اللي يملي عليه ضميره، مو بالضروره دائما الواحد يعيش ايش بيقولون علي، شنو ردات فعلهم عني، لانه بيظل بمكانه بالنهايه. شكرا لك استاذه نوره، نورتينا في برنامج ساعه المباركه. الله يسلمك، وايد استمتعت معك في اللقاء. الله يسلمك، هذه الساعه المباركه يعطيك العافيه. ختامها مسك مع الاستاذه نوره. وصلنا معاكم لختام حلقه اليوم، اترككم بحفظ الله ورعايته واقول لكم مع السلامه.